أهلا بحضراتكم من جديد في مساء القاهرة. وما زالت أصداء الأحداث في تركيا هي محط اهتمام كافة دول العالم، خاصة بعد فشل الانقلاب وقيام أردوغان بالتشفي في معارضيه، حالة الانتقام غير المسبوقة اللي بتشهدها تركيا، اعتقالات لقيادات الجيش والشرطة والقضاء والموظفين، ويعني موظفين في مجال التعليم أيضا بالآلاف، قرارات حكومية حديدية تهدف لإحكام قبضة أردوغان على كافة السلطات في تركيا. والسؤال هو إيه اللي بيحصل في تركيا؟ وأكيد السؤال ده مش بيدور في ذهني أنا بس، أكيد السؤال ده يعني الجميع بيسأله. وهل الإجراءات اللي بيتخذها أردوغان لصالحه ولا لصالح تركيا؟ هو مدرك هو بيعمل إيه بالظبط؟ هو مدرك هو عمل ايه في الجيش التركي؟ أسئلة كثيرة أحاول أن أبحث لها عن إجابة مع ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي التركي سنان يورولاماز. أهلا بيك معنا في مساء القاهرة. وبداية كده، حملة الاعتقالات الواسعة اللي بيقوم بها أردوغان وأرقام يعني ضخمة، أتوقف في البداية عند 6000 شرطي اللي اعتقلهم أردوغان، والسؤال مش هي دي الشرطة اللي وقفت ضد الجيش؟ نعم، يعني قبل كل شيء اسمحوا لي أنا أيضا بصفة شخصية أندد الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا او فشل في تركيا، لان هذا ليس الطريق التي نريد ان نصل بها الى حل المشاكل. النقطة الثانية، انا ممكن اذكر بعض الارقام اللي اعتقلت وغير ذلك، لان الارقام يعني حتى هذه الارقام التي ساقراها قد تغيرت في هذه اللحظات التي نحن نتحدث فيها. في نفس الليلة، ليلة الجمعة أو الليلة التي تربط الجمعة بالسبت، ليلة الانقلاب، يعني نعم ليلة الانقلاب، حدث يعني اعتقال حوالي 2700 شخص من القضاة وغير ذلك. والآن وأنا قرأت بعض الأخبار اليوم، فأقرأ العدد فيصل حوالي 45000 شخص في تركيا، منهم في مجلس الأعلى للجامعة تقريبا 2577 عميد كلية. اليوم مجلس الأعلى للجامعات طلب استقالة هؤلاء الناس وتم فصلهم من العمل. وفي وزارة التربية والتعليم تم فصل 15200 مدرس، تم فصلهم من العمل. وفي القطاع الخاص 21000 مدرس تم سحب ترخيصهم للتدريس، يصل العدد حوالي 31000 شخص. و 2584 القضاة والنائب العام تم فصلهم من العمل. 8777 من عناصر الأمن من الشرطة، ومئات من الجيش، وحتى في رئاسة الشؤون الدينية مئات من الأشخاص تم فصلهم من العمل. وفي وزارة الأسرة حوالي 400 شخص، يعني يصل مجموع هذه الأعداد حوالي 45000، يعني سواء كان اعتقال أو إقالتهم من العمل أو غير ذلك. فيعني هذه الأرقام في بداية الأمر يعني يشعر كأن هناك يعني نبحث عن أشخاص معينين لديهم اتجاه معين، او على الاقل لم يكن اتجاه معين ولكنهم معارضه. اذا حرب هنا او القتال ليس مع المرتكبي الانقلاب، ولكنها لفكره معينه، او فيما يتعلق بقضيه عدم قبول حريه الراي والتعبير في هذا الامر. نحن أنا بصفة شخصية أسمي هذا الحدث في تركيا ليس هو الانقلاب، ولكنه سيناريو أو مسرحية ولكنها ماهرة حدثت لساعات قصيرة. حضرتك شايفها مسرحية ماهرة؟ أصل في ناس شايفينها مسرحية رديئة. هي ماهرة، لأنها يعني الآن لو تنزل في الشارع التركي تجد أن أردوغان الآن بطل،
استطاع أن يحافظ على بلده من الجيش وغير ذلك. فهذا الذي يعني أردوغان بطل بعد حملة اعتقالات واسعة ومشاهد مؤسفة شاهدنا عليها جنود من الجيش التركي. يعني النهاردة يمكن عرضنا صورة لرجل ملتحي، هذه الصورة انتشرت بشدة في الأيام الماضية، صورة لرجل ملتحي يقوم أمام الكاميرات بقتل جنود أو جندي من الجيش التركي. ولما يعني هي الصورة هي قدامنا، لما عرفنا هذا الرجل مين أصابتنا الصدمة. يعني هذا الرجل لم يخرج دفاعا عن الشرعية كمواطن تركي، لأنه مش مواطن تركي بكل بساطة، وهو حتى مش موالي للإخوان المسلمين، لكنه إرهابي سوري من مقاتلي حركة أحرار الشام. يعني للأسف يعني نحن الآن شاهدنا صور كثيرة جدا نزل مع الشعب التركي، هناك أناس كثيرون لديهم أسلحة وغير ذلك، وأغلبهم أغلب الذين تورطوا في أيضا يعني دخلوا بعض المحلات الذين هم كانوا يعترضون لحكم الأردوغان وغير ذلك، أو يعني بأسوأ حالتها اقتحموا أحد المدارس التابعة لحركة فتح الله جولان، هي مدرسة علمية، فاقتحموها لأن السيد أردوغان يعني اتهمه بأنه هو الذي دبر هذا الانقلاب دون أي تحقيق، دون أي يعني وجه يعني الدراسة في هذا الأمر. فتح الله جولان، من هو فتح الله جولان؟ ممتاز. فتح الله جولان هو عالم مفكر إسلامي المعاصر، ورجل تربوي، فهو يعني منذ خمسينات أو ستينات فنذر نفسه في تربية الأجيال، فلديه فكرة ولديه يعني أفكار لمستقبل العالم بأكمله، ليس لتركيا فقط بل للعالم كله. فكل هذه الأفكار قائمة على إصلاح المجتمع، فالفكرة لديه إصلاح المجتمع يبتدي من إصلاح الفرد، ليس هو كما هو في الفكرة في نظام الإسلام السياسي نحكم البلد أولا، يعني هدف هو الوصول إلى السلطة ثم نغير المجتمع من الأعلى بالجبر والضغط، لا، فهو تغيير المجتمع من الأسفل. فلا يأتي تغيير المجتمع من الأسفل إلا بفتح المدارس بالعلم وبنهضة البلاد من الأول. فلذلك هذا الرجل يعني لديه فكرة ولديه محبون كثيرون من كل أنحاء العالم، ويفتحون المدارس الآن، أعتقد يعني عدد المدارس في العالم كل يصل إلى أكثر من 1500 مدرسة في أكثر من 170 دولة مختلفة. ليه سافر؟ ليه ترك تركيا واختار الولايات المتحدة الأمريكية كمان في اختياري؟ نعم، يعني هذا الأمر مع أنه كان صديق لأردوغان، يعني هذا الأمر يعني كلمة صديق لأردوغان يحتاج إلى تفاسير كثيرة جدا. إزاي؟ ليه؟ نعم، هذا السؤال يعني لماذا هو سافر إلى أمريكا واستقر هناك ولا يرجع إلى تركيا، فهو أجاب عن هذا السؤال في حوار صحفي أو في اجتماع صحفي منذ يومين أو ثلاث بعد هذه الأحداث، سئل هذا السؤال فهو قال يعني سبب خروجي من تركيا في أول الأمر كان لأسباب دواعي صحية، فهو سافر إلى أمريكا ثم فترة من الزمن الأطباء منعوه من السفر لمرضه أيضا، ثم تحول الأمور السياسية في تركيا فهو أصبح رجلا مطلوبا، ففي حينها هو لم يشعر بالأمان في عودته إلى تركيا، وبالتالي فهو يعني لا يقوم بالعنصرية التركية حتى يعني يقوم تركيا ويقوم ارتفع ضغطه في هذا المشهد بعد محاولة الانقلاب. هذا غالبا ما يحدث معه لأنه يعني سنه أكبر من 70 عاما، فهو يعاني من أمراض كثيرة من الضغط والسكر والقلب وغير ذلك، وعمل لأن البعض فسرها أنه يعني ضغطه ارتفع حينما فشل الانقلاب. لا بالعكس، فهو يعني قبل كل الحوار الصحفي
فهو يجعل الأطباء هم الذين يطلبون ذلك منه أن يعني يقيس ضغطه. يعني ده إجراء روتيني بيعمله قبل كل حوار صحفي. فحتى إذا أحد دخل النت فيجد مثل هذه الصور كثيرة جدا قبل كل الحوارات التي يعملها قبل أن يحدث هذه الأمور. يعني هي صورة غير ذات مغزى فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب نجاحها أو فشلها. وبالعكس هو يعني أستاذ فتح الله كلنا يعني هو أول قد يكون أول من ندد بالانقلاب الذي حدث في تركيا في الجمعة الماضية. يعني مش من مصلحته الانقلاب ينجح حتى لو لم يكن هو يعني المدبر أو العقل المدبر أو ما وراء هذا الانقلاب. فتح الله جولن ألم تكن من مصلحته أن ينجح الانقلاب؟ أيضا هو أجاب عن هذا السؤال، فهو يقول نحن يعني نؤمن بأن التغيير في الحكومة لابد أن يكون عن طريق الديمقراطية. الذي أتى إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع فهو عليه أن يذهب بصندوق الاقتراع، هذا ما نؤمنه. وبالتالي فهو يقول نحن أكثر من تضرر من الانقلابات العسكرية في السنوات الماضية في الستينات والسبعينات والثمانينات التي حدث في الانقلابات في هذه التواريخ تقريبا. فهو كان رجلا مطلوبا من قبل الانقلابيين في ذاك الوقت بأسباب مختلفة بدواعي مختلفة، فهو يعني لا يقبل هذا الأمر. وحتى إذا رجعنا إلى كتبه وإذا مؤلفاته وأحاديثه منذ سنين طويلة فهو لا يقبل الانقلابات العسكرية. هو ليس بمصلحته، نعم هو يعني الأردوغان أعلنه عدوا له منذ 3 سنين الأخيرة. قبل كده كان علاقتهم ايه يعني قبل ما أردوغان يعلن فتح الله جولن عدو؟ اذكر ما ذكره استاذ فتح الله جولن. يقول قبل ان يؤسس أردوغان حزبه حزب العداله والتنميه اتى الي لياخذ رايي ودعمي في نفس الوقت، فقال انا اريد ان اؤسس حزبا وهكذا. فقلت له طيب ما موقف أستاذك أربكان من هذا الأمر؟ فهو عبر عن انزعاجه من أربكان وقال يعني هذا الرجل يريد أن يؤسس يعني نظام رجل واحد في الحزب ولا يوجد هناك يعني انفتاح ولا يوجد هناك تعبير رأي الآخر. يعني هو انتقد أربكان. فأنا قلت له فهو مهما كان فهو أستاذكم، ويعني نصح له بالأمور. فيقول بعد أن خرجوا من عنده وهم ينزلون بالمسعد، فالذي ينزل معه كان رجل مقرب من الأستاذ فتح الله كلان ولكن الأردوغان كان لا يعرفه. فهو قال عندما نتمكن هم أول من نقضي عليهم. فهذا ما قاله أردوغان منذ عفوا منذ ما يقرب من 20 عام. عندما نتمكن فهم أول من نقضي عليهم. نعم. فهذا الذي يحدث الآن، ولذلك أنا أسميه سيناريو. فهناك بعض الشبهات الذي جعلني أسميه بسيناريو بمسرحية. منها مثلا أو يعني حينما حدث هذا الحدث أول مرة في أول ساعاتها قال السيد أردوغان إن الفتح الله كلنا وأتباعهم هم الذين قاموا بهذا الانقلاب. طيب هل هناك أي تحقيق قمتم بها؟ هل هناك أي تصريح؟ هل الذي يقوم بالانقلاب العسكري لا يقف وراءه؟ هل لا يتبناه؟ بالعكس. فهذه النقطة. فالنقطة الثانية شكل الانقلاب العسكري، شكل هذا كان غريب جدا. فيقولون أنا قرأت في أحد الجرائد عدد الدبابات الذي نزل في الشارع التركي 9 دبابات. 9 دبابات. طيب هل هذا منطقي؟ ب9 دبابات تقوم بالانقلاب العسكري، وعدد المروحيات عدد الدبابات في تركيا 2000 تقريبا، يعني الاف. يعني الجيش التركي يعني معروف بانه جيش قوي من اقوى جيوش العالم. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الانقلابيون اول ما يقومون به فهو اغلاق القنوات التلفزيونية واعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم. وما حصلش حاجة من كده؟ لم يحدث، وبالعكس القنوات الموالية للحكومة
كانت يعني تتحدث وتنطق باعلى اصواتهم في ذاك الوقت. فهم اغلقوا جريد تلفزيون تي ار تي الرسميه لمده ساعه واعلنوا عن يعني الانذار وهكذا. فلمده ساعه ثم يعني في الصوره يعني سيطر الشعب على التلفزيون نعم. مره اخرى وغيرها. فهذه الامور حينما يتراكم على بعضها فانت ترى ان هي مسرحيه. طيب نعم. حينما يتهم اردوغان فتح الله جولان بانه هو العقل المدبر لهذا الانقلاب وانه يقوم بشن حملة اعتقالات واسعة لضباط من الجيش وفي مجال التعليم الكثير من موظفي وزارة التعليم وأيضا من الشرطة 6000 شرطي. يعني هل فتح الله جولان قوي لهذه الدرجة أن يتبعه كل هؤلاء أن يكون عقلا مدبر يأتمر بأمره آلاف من ضباط الكبار في الجيش وضباط الشرطة و15 ألف من وزارة التعليم وآلافات من القضاء؟ قبل 3 أعوام في نهاية عام 2013 حينما اتهم السيد رجب طيب أردوغان بقضية الفساد والرشوة هو اعتبر أن هذا الأمر انقلابا عليه، فهو لم يستطع أن يقنع العالم بهذه القضية. واتهم الأستاذ فتح الله جولان، حاولوا أن ينقلبوا عليه وقال لهم قضاء ولهم يعني شرطة في الجهاز الشرطة والجيش وغير ذلك. فيعني في منذ ذلك الوقت الى الان فهو يعني يقوم بطرد ساحرات كما يقولون، فيعني يعتقل كل من هو مقرب منه حتى من النساء الحاملات ومن الشيوخ يفوق سنهم 70 عاما وغير ذلك. الاستاذ فتح الله جولان كما ذكرت في اول حديثي انه رجل مربي، فهو يربي اجيال. من الطبيعي جدا أن يكون هناك أناس في كل أجهزة الدولة يحبونه، لكن هذا لا يعني أنهم يعني يعتبرونه قائدا لهم ويتلقون الأوامر منهم. فهذا ما قاله الأستاذ فتح الله جولان، فقال إذا كنتم وجدتم ضابط شرطة يتلقى الأوامر من غير قيادته الرسمية خذوه وعاقبوه، فإن لم تستطيعوا أن تقنعوا ذلك فلا يعني داعي لعذاب الناس. وفي الآن إذا كان هناك أناس من شرطة ومن الجيش ومن القضاء فعلا يعني يتبعون الأستاذ فتح الله جولان ويعني يعني كيف يقول يعني ينفذون أوامره، كانوا استطاعوا أن يسقطوا الأردوغان بكل سهولة. وبالعكس الأستاذ فتح الله جولان وضع حلا بسيطا جدا، قال يتشكل هناك لجنة عالمية دولية موضوعية يتحقق من هذا الأمر، فأنا من الآن أقبل نتائجه، فإذا كنت تورطت في الانقلاب فأنا أقبل نتيجة هذا الأمر. ومقابل ذلك لم يأتي أي رد من طرف تركيا. من تركيا بأي شكل من الأشكال. طب أمريكا هل تعتقد أنها قد تقبل بتسليم فتح الله جولان أم أن أمريكا يعني ترحب بفتح الله جولان وتفضل أن يكون موجودا في أراضيها ربما لاستخدامه كورقة ضغط فيما بعد في أي وقت تختاره هي ضغط على أردوغان؟ أمريكا هي دولة مع أننا نختلف معها من كل في كل أمورها ولا نحبها وننتقدها، هي دولة تحترم القانون وهي دولة يعني من أكثر دول العالم، هي دولة ديمقراطية يعني أكثر من أي دولة خصوصا مثل دولنا تركيا وغير ذلك. فحينما نطق المسؤولون في تركيا أنهم سيطلبون تسليم السيد فتح الله جولان من أمريكا، فهم قالوا إلى الآن لم يأتي إلينا طلب من تركيا لتسليمه، ولكن نحن لا نتعامل بالمزاعم، نحن نحتاج إلى الأدلة، فقدموا لنا أدلة الحقيقية أنه تورط في الانقلاب وهو الذي دبر الأمر فنحن نسلمه.
فيعني إذا تم هذا الأمر بشكل حقيقي، فإذا استطاعوا أن يقدموا هذه الأدلة الحقيقية، وهذا أعتقد غير موجود إلا ما سيصنعونه، فهذا لن يتم. أوباما تحدث اليوم مع أردوغان وعرض عليه المساعدة وطالبه باحترام قيم الديمقراطية. صحيح. هذا ما يعني يطالبه جميع الدول الأوروبية وجميع الدول المتقدمة يطلبون ذلك، لأن حتى بعض المنظمات الدولية عبروا عن قلقهم فيما يحدث في تركيا أثناء الاعتقالات وفيما يتعلق بحرية التعبير، حرية المساعدة اللي ممكن أوباما يديها لأردوغان؟ لا أعرف ما هو سيكون، يعني قد يكون هناك تقديم نصائح له حتى يتم العملية بشكل إنساني، فأعتقد يعني لن يتخطى إلى هذا المجال. طب سريعا جدا، السيناريو الأيام القادمة كيف تراه؟ مأساة، لأن يعني الآن تركيا تتحول إلى نظام رجل واحد، وفي يعني نحن رأينا تصرفات أردوغان في الأيام الماضية كيف كان مع معارضه، بغض النظر عن حركة الخدمة وغيرها، فأي شخص، أي صحفي، أي يعني رجل في القضاء، من كان ضده في فكر فهو كان يتعامل معه بأسلوب يعني غير متحضر. فإذا الآن وبدأ هذه التحركات في هذه الأيام، يعني في أيام القادمة نحن نرى أن يعني الوضع في تركيا لن يكون يعني مريحا للصدر، بل هو سيكون في أسخن حالاتها منذ تاريخها القريب. نتمنى أن لا تصدق توقعاتك، ونتمنى طبعا للشعب التركي كل السلامة. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي التركي سينان يورو لاماز، أشكرك شكرا جزيلا. غدا إن شاء الله في مساء القاهرة مساء جديد، كونوا معنا.